Neresine, Allah Allah. Neresine, Allah Allah. Neresine, Khamsa walla Khamsanina. حاجة ما يتصورهاش العقل، وأنا شخصيا عمري ما كنت نجم نتصورها. كي بدأ الوباء في فيفري مارس، أول حاجة خممت فيها هو يوتخاميغاج، والعقلية متاعي كانت طول عمرها كيفاش نجم نخلي اليوتخاميغاج، كيفاش نحافظ على السباق هذايا، كيفاش نخليه ما يتلغاش. ومن بعد جي مارس أفريل ماي، وماكم تعرفوا شنو صار معناتها في الوباء، واللي معناتها لي لوك داون والبلدان قاعده تسكر، ونشوف في برشا تظاهرات رياضيه منهم الالعاب الاولمبيه في طوكيو كي اشتغلت، وانا نقول عمري ما خممت اني نلغي نعمل انيولاسيون في الالتراميراج. عمرها ما كانت كليه نتاعي، طول عمري نخمم كيفاش نخلي الالتراميراج، كيفاش نلقاو معناتها حلول باش معناتها نتجاوزوا الصعوبات هذيا نتاع الوباء، وكيفاش نحميو بعضنا ونبداو كلنا نشاركوا في التظاهره هذيا معناتها بكل اطمئنان. اربيتر دو فوتبول. الاكسبيريونس نتاعي مع الكورس ابي بدات بالصدفه، والصدفه هذه هزتني في 2018 اني نجري اول مره 100 كيلومتر هوني مع الالتراميراج.
عملتها عملت un bon résultat كملت la troisième femme و جيتي كلاسي زاد 15e جينيرال عامله والكيف كيف عاودت مره اخرى زاد 100 كيلومتر مي المره هذه مانيش باش نجري 100 كيلومتر باش نجري 50 برشا سالوني علاش 50 قلت طيب نجرب ان سيركوي جديد ديستانس جديده خاطر اول مره سنه يعملوا 50 كيلومتر كهو الحاجه الباهيه انه الميراج سي اون اكسبيريونس دو في سي اون افونتور تتعرف فيها على عباد دو توت لي ناسيوناليتي وشاك اني النومبر نتاع لي بارتيسيپون توينسا ولا لي زيترانجي قاعد يكبر عملت ريبوتاسيون مونديال بالباهي للتراميراج تاعي في تريا ميراج شاركت عم ناول وعجبتني المشاركة عملت المرة الثانية كانت خاطر المرة الأولى حلوة وسمحة برشا الثانية كيف عملتها تحدي للأولى وللثانية الثانية علاش خاطر الكوفيد هذه بتاع 19 الكورونا حبينا نكون الناس الكل ما تغلبنا حتى شيء في الصحراء وزيدوا هالكورونا زاد كيف ما تغلبناش كانت الاجواء طيبه رائعه برشا جو شيخه انا الاوبجيكتيف نتاعي ما عنديش اوبجيكتيف اوبجيكتيف كيف ندخل فرحه في وسط الناس الكل ديما نعطيهم الايجابيه حتى اللي يقول لي مياه نقولوا لا المياه راهي سهله ما فيها حتى شيء المياه الناس الكل نشيخوا الناس الكل نغنيوا الناس الكل نعملوا بون كيف ما عنديش حتى قلق مع انسان اللي نلقاه نهز امشي صحيح شكون هي صعيبه في الصحراء لكن نكونوا واقفين الناس الكل مع بعضنا الناس الكل نعملوا جو نعملوا كيف ما نحطوش حتى شيء هذيك هي ناحيه الاوبجيكتيف نتاعي ما عنديش حتى اوبجيكتيف اخر كيف الراس الناس الكل وصلت لاباس وصلت سالمه ما طاحوش ما ضربوش ما صارهم حتى بلوسير هذيك شي خير واحنا كل العيله الميراج هذو نتاع عمنا ولجينا والمره الثانيه زاد كيف عيله مغرومة ياسر بالأمور هذه معناها مغرومة ياسر سي دون مون سون الجري جاء للتراميراج الناس قالوا لي لا مهبولة التراميراج 100 كيلومتر في الصحراء قلت لهم لا ما مهبول كان اللي يقول احنا العدائين اللي نجري ونحاولوا مهبلة ما جيت شاركت سألوني قالوا لي يا مدام كيفاش التراميراج قلت له جو كونت با جو في با فوار مون كرونومتر جو كونت لو ديبار اي لاريفي J'ai gagné ma médaille de finisher. Tellement ça m'a reposé, ça m'a ressourcé. J'ai une force kbira dans le Sahara, une minuscule au Sahara, à l'infini, à 360 à la ronde, وحدي. قالوا لي توا مريضة ماكش تمشي للتراميراج. قلت لهم لا بالعكس. لا je vais y aller courir. كل قطرة عرق تنحي لي التوكسين تنحي لي الامبوزونمون اللي في بدني. جيت نجري ونبتهل للخالق ونجري كل كيلومتر بالنسبة لي يعني تحدي حتى لكي وصلت
انا موجود مع الالتراميراج من اول اديسيون، بديت ان طونك بينيفول في الاديسيون الاولى، من بعد شاركت في الاديسيون الثانيه والثالثه، وان شاء الله هذه الرابعه مش نجري 100 كيلومتر زاده. المره هذه جبت معايا مرتي تجري معايا 50 كيلومتر. الاوبجيكتيف هو تحدي ديباسمون دو سوا. الاوبجيكتيف الثاني ان شاء الله المره هذه بلوسك ثالث مره ان شاء الله نحسن في الوقت شويه. هذه أول مرة نشارك في الالتراميراج، باش نشارك في 50 كيلومتر على خاطر حاجة جديدة ونحب نحضر بها العام الجاي إن شاء الله ل 100 كيلومتر. واخترت باش نشارك على خاطر سي ان تشالنج بيرسونيل، اللي حبيت نحاول نعمل حاجة كي ان بو ديفيرونت اللي تعاونني باش يكون عندي بلوس دو ديسيبلين في حياتي العادية. وسي ان تشالنج زادة باش واحد يمشي في كورس اللي هي تتحدى الكوتي مونتال و فيزيك نتاعو، ويشوف اللي برشا عباد بحذاه يعملوا في نفس الشالنج هذا، ويوريه اللي ديما المونتال اللي نجم يوصلك حاجات ما تخيلش روحك نجم تعملها.